ودي اول مره اعرفها. شوف انا بسجل ولسه عارف المعلومه ديت من كام، من اسبوعين بالظبط. والله العظيم يا مستر محمد كده لقيت ولد بيقول ايه مستر حسن شرحه طرش، رحت اعمل له بلوك. مش انا اللي اتعلم شرحه طرش يا بكر، مش انا اللي فاهم انجليزي كويس. قلت له ايه قله الادب ده، لان انا وانا صغير امنا بابانا يقول لك ايه الاكل النهارده مش حلو، يعني ايه اكل طرش ما يتاكلش، ايه الاكل النهارده مش حلو يعني ايه اكل طرش ما يتاكلش. ده انت يومك اسود قتلنا النهارده. لما سالت قال لك يا عم ده بيشكر فيك، يعني انت راجل عظيم، يعني انت راجل امبرسيف، ايه الهبل اللي انا فيه ده؟ انت افتريت عليا بس مسامح كريم، وانا مش كريم. تمام، وانا شفت مثلا مدرسه شاطره فانا بقول المدرسه جامده، الاقي القلب بتضحك، القلب ده بقى خمسه شمال، يا ابني تقيل ادب، انا في دماغي حاجه ثانيه خالص. اوب هي دي المعلمه شبه نادي الجندي، الجندي نفسه. فتلاقي احنا جيل مختلف عن الجيل التاني خالص في كلماته في الاكسبريشن. ماشي يا صاحبي، ركز. ايه صاحبك ده؟ انا عيل صغير معاك يا ابني. بصي في وشي ولا وشي مش عاجبك يا بابا؟ فتلاقي انت عندك شويه هبل في دماغك مش غير اللي احنا في دماغنا خالص.